مخيم ليالي صحار الشتوي يأتي ضمن الحملة التي تنظمها وزارة التراث والسياحة اكتشف عمان، وذلك اهتماما بالقطاع السياحي وتنشيطا للحركة السياحية بالمحافظة. بدأت الزوار تتوافد على الموقع، والجميل في المكان أن هذا الموقع أصلا مخصص للتخييم الشتوي، فنلاحظ أكثر من 100 خيمة موجودة الآن مرخصة في هذا الموقع، والفكرة إقامة الفعالية لجلب السواح وجلب الزوار اللي موجودين في المنطقة والأهالي والعوائل اللي موجودة هنا يستفيدوا، وهو متنفس للأطفال والعوائل. ساهم المعرض علينا على أساس أنه ننشر في المنتجات مال الأسر المنتجة، ومن هنا يعني النساء يكون يساعد نفسهن في الطبخ ويشتهر ان شاء الله باذن الله تعالى، ويكون عندهم اقبال في الناس يعني على اساس انه يجيوا عندهم وياخذوا عنهم ترويجاتهم، وان شاء الله يكون فرصه يعني اولى وما اخيره باذن الله تعالى. عروض مسرحيه وفعاليات الخيمه البدويه وقسم لالعاب الاطفال، فعاليات تضمنها المخيم الشتوي الى جانب اركان مخصصه لعرض منتجات الاسر المتنوعه التي تشمل الماكولات الشعبيه والعطور والبخور ومنتجات العسل، وأركانا مصاحبة لمتاجر أدوات التخييم. المخيم فيه فعاليات جدا جميلة، وفيه أماكن ترفيهية وخيام وفعاليات متعددة، وموقع أيضا متميز في وسط الولاية، وندعو الجميع إلى الحضور والمشاركة، كما ندعو أيضا الجميع إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية في صحار. في ليالي صحار الشتوي مهرجان الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة صراحة جميل وإقبال جيد، وهناك لتشجيع الأسر المنتجة. أكثر من 100 مخيم شتوي يتضمنه موقع التخييم المقام بحي الرفعة بولاية صحار، لتمتد فعالياته التراثية والسياحية على مدى 5 أيام، مشكلا وجهة سياحية وترفيهية. بشاير بنت حمد الشحية، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.